वो बीमारी की, वो दुख की, वो तकलीफ की, वो परेशानियों की, वो मसाइल की, वो मुश्किलात की, वो उलझनों की। आए हम दरूद पाक पढ़ के और सुनते हैं हज़रत अली की दुआ और डूब जाते हैं। يا من كل شيء خاضع له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب إليه يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء طائر إليه يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مفزع إلا إليه يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا منجى منه إلا إليه يا من لا يرغب إلا إليه يا من لا حول ولا قوة إلا به يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت يا خير المرهوبين يا خير المرغوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنفين سبحانك يا لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاثر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجي الهلكى يا من يشفي المرضى يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى سبحانك يا لا إله إلا أنت